الدولة تدار بطريقة مركزية، إن هو في شخص عارف مصلحتنا وهو اللي تعبان علشاننا، هو بالعكس هو بيحرق نفسه كشخص، وهو في الآخر مهما أوتي من قوة ومن علم هو شخص. إنما لما نيجي نستخدم ال 80 مليون بني آدم دول كرصيد في العقل والابتكار والإبداع والطاقة، الموضوع هيختلف تماما.